طيب دكتور حسام، بما ان حضرتك ذكرت فكرة الاستدامة ودي نقطة مهمة جدا، خلينا نعرف من حضرتك رؤية الدولة المصرية، الاستراتيجية اللي كانت الدولة المصرية حريصة عليها ان هي يعني تسير عليها في انهاء قوائم الانتظار. كان في اكتر من مرحلة، والحقيقة كل المراحل هي مهمة جدا، لو حضرتك تعرفنا على هذه المراحل. يمكن البداية على خلاف الناس ما بتتخيل انه دائما بتبقى المشكله هو نقص التمويل. الحقيقه نقص التمويل هو جزء من المشكله، لكن احنا مش كل مشاكلنا ولا اكبر مشاكلنا هي نقص التمويل. احيانا بيبقى الاستغلال الامثل لموارد الدوله هو العائق الاساسي، او عدم الاستغلال الامثل لموارد الدوله هو العائق الاساسي لان الدوله ما بتتحركش لقدام في اي مجال. يعني انا اذكر في البدايه اول ما عرض على السيد الرئيس في 2018 في عمليات القسطره مثلا، انه كان عندنا ما يقرب من 8000 حاله مستنيه للرقم اللي احنا بنتكلم عليه ده. ولما جينا لقينا انه احنا في مصر عندنا ما يقرب من 80 جهاز قسطرة بس متوزع في الدولة، اللي يتبع الصحة واللي يتبع التعليم العالي واللي يتبع المجتمعات الجامعات الأهلية واللي يتبع مستشفيات أخرى، لأنه بيشارك في هذه المبادرة الحقيقة كل الجهات. احنا عندنا مستشفيات القوات المسلحة بتشارك، مستشفيات الشرطة بتشارك، المستشفيات الخاصة، القطاع الأهلي، كله بيشارك. طيب متوسط عمل القسطرة لو احنا بنشتغل في المتوسط، الجهاز بيشتغل 10 حالات الى 15 حاله في اليوم. فلو لقينا يعني 8000 حاله دولت كانوا ممكن يخلصوا في اقل من اسبوعين ثلاثه. طب ليه ما بيخلصوش؟ لانه الجهه اللي عندها الجهاز ممكن ما يبقاش عندها الكفاءات، والجهه اللي عندها الكفاءات ممكن ما يبقاش عندها المستلزمات، والجهه اللي عندها الكفاءات والمستلزمات بدل ما بيشتغلوا 10 حالات بيشتغلوا حاله. لما كان هناك قرار بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة وإن كل الأجهزة دي تشتغل، بالإضافة طبعا في خلال الفترة اللي فاتت كمان تم ضخ تمويل لزيادة عدد الأجهزة دي، لكن في النقطة البداية كانت هو الاستغلال الأمثل لموارد الدولة. مفيش ما يمنع خالص إنه أنا في الجامعة عندي كفاءات إنه يشتغل في الصحة، انا في الصحة عندي مستلزمات نديها للجامعة. يعني بينتدب ولا حضرتك بتديله توجيه، ولا يعني افهم ان ممكن دكتور من الشرطه يروح يشتغل في مستشفى جامعيه اهليه بعد الظهر بتوجيه عشان بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده، بتسهيل القواعد الاداريه البيروقراطيه المرتبطه بالتوظيف. طب ده بالنسبه للكوادر يا فندم، بالنسبه للمستلزمات والمستلزمات كده، فانا النهارده لما ما هو انا في الصحه مسؤول عن صحه كل المواطنين. المواطن اللي بيتعالج في الجامعه ده لما انا بدي المستلزمات للجامعه، طب ما انا مسؤول عن المواطن ده، حتى لو كان بيتعالج في اي مكان. اللي بيتعالج في القطاع الخاص انا كدوله مسؤول عنه، وبالتالي لما طالما انه في النهايه المواطن لا يتحمل التكلفه، اي عوائق اداريه او عوائق ماليه او مستلزمات تروح من هنا لهنا، مش بس كده، ده احيانا كان ما بين نفس الجهه، كان تبقى في مستشفى تتبع الصحه عندها مستلزمات زياده، ومستشفى تتبع الصحه يا في محافظه تانية يا في مكان تاني ما عندهاش المستلزمات، يقول لك اصل النقل وعهده كل هذه الامور تم التغلب عليها للوصول الى ان استغل الموارد الدوله وامكانيات الدوله المصريه القويه جدا. اكبر استغلال عندما نعمل جميعا، عشان كده بقول لحضرتك احنا الحكومه تعمل في هذه، اعني المستشفيات الحكوميه، القطاع الاهلي بيعمل، اتحاد البنوك بيدفع، صندوق تحيا مصر يدفع. صحيح. ثم كان يمكن رقم اثنين في الـ في الـ في, الـ في الاستراتيجيه، وهو انه يبقى فيه تسعير عادل للخدمه. انه الخدمه والتسعير ده اللي بتدفعه الدوله، عشان برضه يكون واضح حضرتك عشان نوضح للساده، تسعير عادل تدفعه الدوله، يعني مش لاني انا الدوله فاجي اقول لك انه انا هعمل لك القسطره بجنيه، لا، انا الدوله القسطره تكلف كذا، انا سوف ادفع هذا السعر العادل كدوله لمقدم الخدمه. وعشان كده بقى في اقبال كبير من مقدمي الخدمه بما فيهم القطاع الخاص. ليه؟ لأن الدولة تتعامل بشكل عادل مع الخدمات المقدمة. الجزء الثالث كان إنشاء غرفة مركزية بتتابع يوميا المستشفيات، المرضى، وبعد ما بتعمل العملية بيتم الاتصال بالمرضى عشان نطمئن إن هل الأمور تسير على ما يرام ولا يحتاج الأمر إلى تدخلات أخرى.